نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام، وقد يحصل بيننا النقاش، بعض النقاش في المسائل، ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدال في الحج؟ والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة. وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك، أريد أن أقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجدل، وإنما يعني الجدل بالباطل، لأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والفسوق، وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوق معصية، ومعصية كبيرة في الحج، فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج، أي ولو كان الجدال على طريقة الأدب القرآني ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن وهذا أمر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض. فالآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم، لكني أعرف التجربة أن كثيرا من الشباب حينما يتناقشون بحرارة زائدة، يخرج أو تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب، خاصة إخواننا طلاب العلم بعامة، وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة، لأنني بتجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جدا في أثناء المناقشة، بحيث أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير أم صغير، هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناظرة، الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين، إذا قيل لأحدهم: يا أخي أنت بتقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافك، فلو تأنيت، يقول نحن رجال وأولئك رجال، وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن أن يصدق عليه المثل المعروف في بعض البلاد إنه يتزبب قبل أن يتحصر، هو اليوم نشأ واليوم تعلم، فكيف يتجرأ أن يقول أنه نحن رجال وأولئك رجال؟ لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة مثلا، الذي قال أنه إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام حينئذ لسنا مكلفين باتباع أحد منهم دون الآخرين، وإنما هم رجال ونحن رجال، فأين
هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام من هذا الكلام حين يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم. ولذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم ألا يتحمسوا بسرعة، ما ليس في الحج فقط، ألا يتحمسوا في المناقشة، وإنما عليهم أن يتأيدوا، وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم، وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنا ونحو ذلك. لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير، وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يضمه إلى ما استفاده هو بنفسه. هذا ما يمكنني أن أذكره بهذه المناسبة.